السيدة والسادة، حياكم الله. نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يضع حجر الأساس لمشاريع خدمية وحيوية في عدد من مديريات ساحل حضرموت. مديرية القطن تحتضن الدور الاعتيادي للمكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت. رابطة حضرموت للسكري تقيم ندوة عالمية تحت شعار رمضان والسكري. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم حجر الأساس لإعادة التأهيل وسلفة عدد من المشاريع الخاصة بالطرقات الرئيسية والفرعية بمدينة المكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وضمنت المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لإعادة تأهيلها سلفة الشارع الممتد من أمام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالشرج مرورا بمسجد العمودي وانتهاء بحي 40 شقة، ومشروع إعادة تأهيل شارع جولة الكتاب وشارع مستشفى حضرموت. ويشمل المشروع إقامة جسر أرضي على امتداد شارع الكتاب إلى مدخل جولة الشفاء، وتأهيل الشارع المحاذي لمستشفى حضرموت، ومشروع صيانة وتأهيل الشارع العام لمنطقة روكب، بالإضافة إلى مشروع إعادة بناء جسر مبيخة لتضرر بسبب السيول. وفي سياق متصل أيضا، افتتح المحافظ المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بحرم هيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ومساهمة منظمة الصحة العالمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. كما وضع محافظ حضرموت حجر الأساس لمشروع بناء السكن الطلابي بالمعهد الصناعي التقني بشارع البلدة بالمكلا. وفي سياق متصل، وضع محافظ حضرموت حجر الأساس لمشروع مخطط مدينة سديم بمديرية قيل بوزير تزامنا مع ذكرى التحرير 3 لتحرير ساحل حضرموت. وتعرف المحافظ على مكونات المدينة تتكون من 106 وحدة سكنية ومرافق حيوية. وفي سياق منفصل، تفقد البحسني سير العمل في الجسر الأرضي بمنطقة شحيرة، كما اطلع على سير العمل في مشروع 40 ميغاوات بمدينة الشحر المول من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ شركة الأهرام للطاقة. وفي سياق متصل، وضع محافظ حضرموت حجر الأساس لمشروع نقل المياه في مناطق الدكاك الشحر والمويجة والمنصورة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت $1,000,000. إلى ذلك، وضع المحافظ حجر الأساس لمشروع تأهيل وتعشيب ملعب الفقيد الشاحت بمدينة الشحر. كما تفقد المحافظ البحسني مبنى الأحوال الشخصية بمديرية الشحر موجها باستكمال بقية التجهيزات التي تنقص المبنى. عقد المكتب التنفيذي لوادي وصحراء حضرموت اليوم دورته الاعتيادية بمديرية القطن مستعرضا نتائج زيارة قيادة السلطة المحلية للعاصمة المؤقتة عدن ولقاءاتها مع دولة رئيس الوزراء وعدد من الوزارات المختصة. وفي اللقاء، استعرض مدير عام الخدمة المدنية ونائب مدير عام مكتب المالية بالوادي والصحراء متابعاتهم مع الحكومة في اعتماد العلاوات والتسويات والتوظيفات عبر بدل الشاغر استنادا إلى توصيات مجلس النواب المنعقد بسيئون وما تضمنته الموازنة العامة، وكذا إضافة 18% إلى الموازنة العامة للعام 2018، مشيدا على المكاتب المعنية والمديريات بسرعة الرفع بالبيانات المطلوبة لتسهيل متابعتها مع الجهات العليا بالحكومة مع بقية محافظات الجمهورية. كما ناقش المكتب التنفيذي أوضاع مديرية القطن وسبل تحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالجانب التنموي باعتبارها بوابة وادي حضرموت الغربية ومحطة التقاء لأبناء المديريات الغربية والصحراوية. جرى اليوم بمديرية القطن افتتاح مشاريع تأهيل قسم الطوارئ بمستشفى القطن والمجمع القضائي ومركز الأمن بالمديرية، ووضع حجر الأساس لطريق بروج العنين ممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط. واستمعت السلطة المحلية بالوادي والصحراء من مدير عام مديرية القطن عبد اللطيف النقيب إلى شرح عن مشروع تأهيل قسم الطوارئ بمستشفى القطن وتجهيزه بشكل متكامل إلى جانب التجهيزات الفنية للعناية المركزة بالمستشفى. كما استمع من مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالوادي والصحراء الدكتور علوي بن يحيى إلى شرح عن سير العمل بسلفة خط بروج العنين، ولفت بن يحيى إلى أن الخط سيربط بالخط الدولي بين المحافظة والمحافظات المجاورة، وتم رسم مساره بمحاذاة أطراف المديرية لتخفيف الضغط والازدحام داخل المدينة. وبدوره، قدم رئيس محكمة القطن الابتدائية القاضي سامي الكثيري الخطوط الأولية لتهيئة الأجواء لاستئناف العمل بالمجمع القضائي والتي تستفيد منه المديريات الغربية لوادي حضرموت.
ناقش اجتماع عقد بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت لجنة الاحتفال السنوي بيوم المعلم، تم خلاله مناقشة نهائية لأسماء المعلمين والكوادر التربوية ليتم الرفع بهم وإقرارهم وفقا للشروط والمعايير التي أقرتها اللجنة. وخلال الاجتماع استعرض وكيل الوزارة مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون عدد من التقارير تم رفعها وفحصها والتي استوفت الشروط الخاصة بالتكريم، منوه أنه تم إضافة 100 خانة للمعلمين المتقاعدين من أصل 337 خانة تكريمية. وأشار الوكيل عبدون أن العملية التربوية والتعليمية بساحل حضرموت اختتمت عامها هذا بشكل متميز ومنضبط وبتضافر جهود منتسبي القطاع التربوي والتعليمي جميعها، هذا وفتح باب النقاش وتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة للتحضير والإعداد الجيد للاحتفال بيوم المعلم لما تمثله من رمزية تعليمية وتربوية ومجتمعية شاملة. اطلع المدير العام التنفيذي لمؤسسة وطابع الكتاب المدرسي بالجمهورية وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات الدكتور محمد باسليم على سير العملية الإنتاجية لطباعة 5 مليون كتاب مدرسي لفرع مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بحضرموت، وذلك للاستعداد والتهيئة للعام الدراسي القادم التي ستغطي احتياجات محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرة ومارب والجوفة. وأشار المدير العام التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي إلى أن الطاقة الإنتاجية لمطابع الكتاب المدرسي في عدن وحضرموت تصل لأكثر من 33 مليون كتاب مدرسي، وسيتم طباعة شهادات النقل للطلاب وتوزيع الشهادات لمكاتب التربية والتعليم في المحافظة أولا بأول. وخلال الزيارة التقى الدكتور باسليم بجميع الموظفين بالمطابع فرع حضرموت واستمع منهم إلى أبرز الصعوبات والمشكلات لتواجههم مبدئ استعدادهم لمعالجة كافة المشكلات والصعوبات. وقدمت مؤسسة مطابع الكتاب للمدير التنفيذي درعا تذكاريا تقديرا لجهوده واهتمامه في تسهيل عمل المؤسسة بحضرموت. بحث المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي مع المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور رياض الجريري سبل التعاون المشترك بين الجهتين، وناقش اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالأدوية التي تدخل إلى المكلة على متن سيارات نقل محملة بمواد بناء وغيرها بما يعرض الأدوية لأشعة الشمس القوية وتعرضها للتلف. وأكد الحاضرون على ضرورة دخول الأدوية في حافظات مختصة لحفظ الأدوية من أجل وصولها للمكلة ومناطق حضرموت الأخرى بشكل سليم. وشدد اللقاء على حفظ أرواح المواطنين وضبط الصيدليات تصدر علاجات بغير وصفة طبية. إلى ذلك لفت العميد التميمي إلى أن الأجهزة ضبطت خلال الأشهر الماضية عددا من سيارات النقل لتحمل أدوية غير مخزنة بشكل صحيح وهي في طريقها إلى المكلة. التقى مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري بوفد المؤسسة الطبية الميدانية لمناقشة الدعم والتدخلات السابقة في المجال الصحي ورؤية إمكانية تعزيز ورفع مستوى التدخلات للفترة القادمة. وفي اللقاء أكد مدير الصحة على أن هذه التدخلات أتت من احتياج مؤكد في القطاع الصحي بالمحافظة مبنيا على الشراكات الفعالة مع المؤسسة الطبية الميدانية، كما تم استعراض نتائج التدخلات السابقة وأثرها والنجاح الذي تم تحقيقه وسبل تعزيز الشراكة مع المؤسسة والتطرق إلى الإشكاليات تعرقل سير العمل وحلحلتها من جهته. من جهته أشاد رئيس المؤسسة الطبية الميدانية الدكتور مهيب عابد بتعاون ومساندة قيادة الصحة الساحلية حضرموت. كما التقى مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت بمدير عام مؤسسة الخيل التنمية الاجتماعية لمناقشة التدخلات الممكنة في القطاع الصحي بالمحافظة عبر وحدة معالجة الإيدز والأمراض الوبائية المعدية، وكذلك السعي لتوفير أدوية مجانية للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي اللقاء أكد الدكتور الجريري على أهمية تأسيس شراكة متينة وتعاون لا محدود بين مكتب الصحة ومؤسسة الخيل التنمية الاجتماعية نظرا لخدماتهم الفنية المقدمة في الجانب الصحي. وبدورها أبدت استعدادها مدير عام مؤسسة الخيل التنمية الاجتماعية الدكتورة يسرى عبد الهادي نعمان بتسهيل كل الصعاب لتعرقل سير عمل مكتب الصحة، مشيدة بمخرجات البرامج الصحية لتنفذها عبر مكتب الصحة. وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقيتين لتأهيل وصيانة مستشفى الشحر العام ومركز بنك الدم بمستشفى ابن سينا بساحل حضرموت.
وذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها للمشاريع الصحية والإنسانية في محافظة حضرموت ومختلف المحافظات اليمنية المحررة. وعقب التوقيع أكد مدير الشؤون الإنسانية وممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد راشد الشامسي أن هذا المشروع يخفف معاناة السكان ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية. من جانبه أشاد مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري بالدور الكبير تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت واهتمامها بالجانب الصحي ومختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، مؤكدا أن الهيئة ساهمت بشكل ملموس وواضح بتحسين وإنعاش الخدمات الصحية. أقامت رابطة حضرموت للسكري الندوة العلمية الأولى تحت شعار رمضان والسكري، والتي تهدف إلى الاطلاع وعرض المستجدات العلمية بما يتعلق بمريض السكري وعلاقته بشهر رمضان الكريم. وفي تصريح للمدير التنفيذي لمنظمة حضرموت الصحية الدكتور مهدي مرعي، بين أن المنظمة وضعت مشكلة السكري كأحد مستهدفاتها ضمن الخطة الخمسية لها، ولتسعى من خلالها للمساهمة في حد من انتشار مرض السكري والتقليل من مضاعفاته لدى المرضى، مشيدا باهتمام مثل هذه الندوات العلمية ومساهمتها في الرقي بمستوى الخدمات الصحية. وضمت الندوة ما يقارب 85 كادرا طبي من أخصائي الباطني والقلب وطب الأسرة والنساء والولادة وطب المجتمع من وادي وصحراء حضرموت. وأوصت الندوة على الاهتمام بمرضى السكري وضرورة التثقيف الصحي لهم وتقديم الإرشادات والنصائح الطبية المتعلقة بالتغذية السليمة وسلوكيات الغذاء الصحي في رمضان. اختتم مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت فعالية مسابقة حفظ القرآن الكريم للعام الجاري بمشاركة 67 حافظا وحافظة لكتاب الله. وفي ختام الفعالية أثنى مدير عام مكتب الأوقاف بساحل حضرموت الشيخ أحمد السعدي بجهود اللجنة المنظمة ومشيدا بدور اللجان التي ساهمت في إنجاح المسابقة، معربا عن شكره لرئيس وأعضاء لجنة التحكيم الأفاضل مشايخ القراء، متمني لجميع المشاركين المتسابقين التوفيق. من جانبه دعا رئيس التحكيم الشيخ القارئ العبد سالم باخميس الشباب إلى التقرب والالتحاق بمدارس ومراكز تحفيظ القرآن والارتباط بمعلم القرآن لصقل حفظهم بقراءة وتلاوة صحيحة. وقد شهد مبنى مكتب الأوقاف بالمكلا طيلة الأسبوع المنصرم توافد أعداد من المشاركين من مديريات المكلا وضواحيها والشحر والقيل وحجر. هذا ويذكر أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل تكريمي بهيج للاحتفاء بكل المشاركين، وسيقام برعاية معالي وزير الأوقاف والإرشاد ومحافظ حضرموت في أولى أيام شهر رمضان المبارك بمدينة المكلا. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرتنا هذا اليوم، وتذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يضع حجر الأساس لمشاريع خدمية وحيوية في عدد من مديريات ساحل حضرموت. مديرية القطن تحتضن الدور الاعتيادي للمكتب التنفيذي لوادي وصحراء حضرموت. رابطة حضرموت للسكري تقيم ندوة علمية تحت شعار رمضان والسكري. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.